بسم الله الرحمن الرحيم. بستكمل معاكم أعزائي المشاهدين السلسلة الجميلة الشيقة اللي هتبقى كلها حكايات إن شاء الله، بس شوية كده أما ندق فيها شوية نبتدي نحكي بقى إن شاء الله بتاعة التصرفات الخاطئة اللي بتحصل في المجتمع ويجب تصحيحها. عندنا بقى حاجة كده من العمد بتاعة التصرفات الخاطئة، من الأخطاء المخطئة بقى، الأخطاء اللي يعني للأسف للأسف مكويين بيها كاوية سودة والله العظيم، اللي هي النفاق، او الراجل او الانسان عموما، راجل او ست، يعني اللي بوشين ذي الوجهين بقى، ذي الوجهين ديت عايزانا جايين ايه مشمرين كده وبعدين بقى للصبح بقى ذي الوجهين دي. بس انا قبل ما نتكلم في ذي الوجهين عايز اقول حاجه، ان ذي الوجهين دي كانت ايام ما كان طلعوها او ابو وشين ديت ساعه ما كانت الناس لسه طيبه، لما كان لسه في خير زمان جدا، كانت الناس اذا خالفت، كانت الناس يعني اذا خالفت واذا يعني عملت خرجت عن الاصول يبقى بوشين. زماننا اللي احنا فيه بقى ما تعدش 18 وش، 88 وش، 127 وش، الله اعلم. انت اهو يعني برضو الكلام بقى للسيد المحافظ، يعني والله الكلام ده في كل حته على فكره، في اسكندريه يعني بالذات، يعني الباعه الجائلين دول. هنا بقى عندنا وشوش ما تتعدش. انا كان في واحد اعرفه يعني اتعرف عليا سريعا كده بحجه انه يعمل لي تسويق في برنامج ويجيب لي بقى ناس وكده، فجاب لي عميل مطعم معين عشان يعني يبقى راعي للبرنامج. يعني انا لسه عارفه حالا يعني. فالمهم دخلت معاه في المطعم ده على انه يبقى راعي، فهو مفهمهم حاجات انا بقى طبعا مش قاعد معاهم، مش سامع اللي عندهم يعني او اللي بيتقال. هو لسه عارفني النهارده مثلا، فتاني يوم ادي عميل اهو. فروحنا بقى، راح اتكلم مع الناس، مفهمهم بقى ان احنا يعني مع بعض من زمان، وان هو بقى يعني اللي عامل كل حاجه وانا يعني حاجه كده مجرد يعني ولا شيء يعني، وهو بقى اللي بيعمل كل حاجه، في حين ان هو لسه عارفني يعني. وانا الراجل اللي بقدم برنامج هو جاي لي بيقول انا بتاع تسويق، اجيب لك معلنين يعني فقط. فهو بقى مفهمهم ان هو هيجيب لهم برضو مصالح، وان جايب لهم فلان الاعلامي ده بقى اللي هو انا صاحب يعني انا اللي عامله بقى ده، فهيعمل لنا مصالح كتير. يا خلاص كنت انت اللي عاملني فاعمل انت المصالح يعني. انا طبعا ما كنتش اعرف الكلام ده في الاول. المهم قعد يحكي لي حاجات على الناس كتير جدا، صاحب الشركه اصله كذا، والمدير ده كذا، وما اعرفش الغفير ده كذا. انا من طبعي ما بسمعش اي حاجه ولا اصدق اي حاجه لما اتبين المدير ده في كذا كذا، اروح اقعد معاه واعرف في ايه، صاحب الشركه عمل كذا وخلى كذا في ايه كده. التانيين بقى بيسمعوا ويصدقوا، هم حرين بيشربوا يعني، بيقعوا على جدور رقابيهم طبيعي. المهم حكى لي كلام كتير على الناس، وحكى للناس كلام كتير عني، لحد ما لقيته اللي بيحكيه على فلان. ساعة ما بنقابل فلان انا هو بيبقى حاجة تانية خالص. يخرب بيتك، ايه ده؟ انت قايل له كده ايه ده؟ قال لي لا يا مصري. انا هقول له، قلت له لا تقول له اللي انت حكيته لي، يا اما انا هقوله له على طول، انا بقوم جاي يعني مظبط الاداء، يا اما ان انت اللي ما تبعد عني يعني. قال لي ده انت اخويا وما ازاي، وهو طبعا عايز يستغلني. انا فهمته بقى، فانا بسيبه يعني وقوم جاي ظابط الدنيا في اللحظه المهمه. الناس مش فاهمه عني ده على فكره. انا قابلت كتير قوي ويعني وشفت بلاوي كتير قوي، وكانت مشكلتي الوحيده مع هؤلاء اصحاب الوشوش والكذابين وكده، ان هم بيحاولوا يستغلوني او يتعدوني او ينسبوا عملي لهم. بقى انا اجدع واحد بقوم جاي مظبطه في وقته. هو بيبقى متخيل ان التظبيطه ديت بتاعه الموقف الحاصل وقتها. ابدا، ده انت عشان من البدايه مشيت معايا على هذا الاسلوب، اللي انت عايز تقول ان انا شغل عبد الرحمن ده اللي عامله. لا، شغل عبد الرحمن هو اللي عامله. لو انت اللي عامله بقوم جاي شايل الفيشه عنه في لحظه، تكشفه انه ولا بيعرف يعمل ابيض ولا اسود. دي طريقتي على فكره، ودي اتعلموها برضو يعني مع الناس اللي زي دول. صاحبنا اللي بحكي لكم عنه ده فضل يحكي كده، مع يتكلم على الفلان شر كلام وبدون دليل. فاقول له ايه دليلك على كده؟ يقول لي ما امال يعني ازاي يعني. اقول له لا مش شرط، ما ينفعش. يقول انت بتدافع عنه ليه؟ وانت كنت معاه؟ قلت له يعني انت اللي كنت معاه. انا ما بدافعش عنه، برد غيبته لحد ما نتبين. ده صاحب الشغل بيقول كذا على فلان، طب وانت سمعت من ده؟ سمعت من ده؟ لا.
المشكله ما كانش في كده. لما يقابل بقى فلان ده يا سلام على المدح والمديح اللي يقوله، فبقيت اقول ايه، اما لو التاني يسمعه اللي هو بيضحك عليه بقى صاحب الحاجه دي اللي بيضحك عليه، اللي هو بيروح يقول له ده فلان عامل ومخلي ويؤيده على الاكاذيب دي، لحد ما التقيت بيهم الاثنين برضو في ظرف ما، لقيتهم منسجمين جدا ومتناغمين جدا، ولما يقابلوا الشخص اللي هو المدير ده الاثنين بينافقوه. قال طب ما انت صاحب شغل، بدل ما تنافقه حاسبه، اشتكيه في النيابه، قعدوا اعمل له حسابات كده وشوف الحكايه والروايه، اتحاسب. قال اوعوا تصدقوا حد بيدعي على حد حاجه بدون ما يواجهه. انتوا عايزين تحسموا الامور دي تعملوا ايه؟ حد تقدر تواجهه، تعالى واجهه، ان قدرت تواجهه يبقى انت عندك بينه. انت بقى لو انت معك حق اللي يتكلم عنك قول هاتوه، لو راجل يواجهني، لو راجل يواجهني. الادهى من كده بقى شهود الزور اللي هيتعمل لهم حلقه تانية، اللي هم يبقوا عارفين الحقيقه ويسكتوا عليها ويكتموا الشهاده، يعني عشان يجاملوا ده يجاملوا ده يمين شمال كده، ده واقع برضو في الحياه، شهود الزور دول يعني قصه تانية. فصاحبنا ده بقى يتكلم على ده ويتكلم على ده، قعدوا مع بعض الاثنين. طب يا جماعه ليه انتوا ما بتواجهوش فلان الوحش ده وعلان اللي معاه الوحش ده، اللي هو اصلا ممكن مسيبه كده وقاعد مع ده وده يقعد مع ده، فانت تبقى قاعد ما انتش عارف مين مع مين. انا شخصيا ببقى عارف، لانه اللي يجرؤ يعمل حركه من دول يعمل اكس عليه من اوله مهما كان بعد كده. الشخص اللي بحكي لكم عنه ده قلت له انا ما ينفعش اعرفك اطلاقا، لان انت اللي بتعمله مع الناس اكيد بتعمله معايا. ازاي ده انت اخويا؟ قلت له طب ما انت قايل ده ان انت ولي نعمتي، وقايل ده انت احسن مدير، وانا اخوك والاعلام اللي ما حصلتش يعني ما يمكن انت قايل لهم عليا حاجه تانية، وزي ما انت قايل لهم قايل انا عليهم حاجات تانية. انا ما بصدقش، ما بيضحكش عليا، هم بيضحك عليهم، هم صدقوك في اللي انت بتدعيه، واخد بالك؟ يعني انت لحد بقى ما تنامى العلم بقى حكايه ان ده هو بقى اللي عامل كل حاجه وانا ماليش لازمه، والله ما اعرفه ولا عمري شفته، ولا من ولا بلدياتي ولا زميل دراسه، ولا من عمري ولا من سني ولا من النادي اللي بروحه ولا من اي حته، في اي حته في اي حاجه خالص. واحد جه قال لي انا مسوق وعندي قواميس شركات، ونفس الكلمتين قالهم للمدير ده وقالهم لده وقالهم لده، ويدخل على كل واحد بهذه الدخله ويضحك على كل واحد بهذه الدخله، ومن ضمن يقول لك اصل الراجل ده دول بيضحكوا عليه، فانا لازم ادخل معاه واضحك عليه زي ما هم بيضحكوا عليه. طب عايزني انا ادخل معاك اضحك عليه؟ ما بضحكش على حد انا. انا يعني جه معايا راعي، انا ما جاش خلاص ما يلزمنيش ما خالص. التاني مسلم دقنه لده وسلم دقنه لده، وده خان ده وده ضرب زنبق ده، وكلهم فاكرين ان هم واعيين وفالحين. ابدا، ان انتوا خبيتكم تقيله والله. وهحكي لكم برضو على حاجه تانية مهمه قوي، اللي هي بتاعه التسارع ده كله ليه. ده كل واحد الارزاق مقسمه وواضحه، وكل الاقدار واضحه من البدايه، ومهما طلعت نزلت انت يعني مش هتحصل غير المكتوب لك اصلا. فيعني ربنا يرحمنا برحمته. ابو وشين، ابو وشين ده بقى ربنا يعافينا. واوعى حد يامل في ابو وشين، او انه يفكر انه هيجي منه اي امل في لحظه ما، ده تنفذ لك منه وانت مطمن. اشكركم.